جبنة فتة وجبنة خبرة. ايه ده؟ مسكت نفسها؟ لا وترغيت كمان والتنميلة ظبطت. انت عملتوا ايه بقى؟ جبت خبرة من بره ولا ايه؟ خبرة ايه يا عم؟ انت شايف الدولار بكام؟ تلاقيكم زودوا في القشطة. انت عارف كده القشطة بكام؟ ده اغلى من الجبن. يبقى زودوا الحليب. يعني الحليب اللي ببلاش؟ ما اكيد سعرها هيغلى. انتوا زودتوا السعر؟ امال عملتوها ازاي؟ جبنة باندا، جبنة طعم جديد، جبنة شكل جديد، وما تسألش ازاي.